اس عشق میں مر جاوا. مين سكر هالقفص؟ مين اللي سكره؟ مين في هنيك؟ مين اللي حط هالقفص هون؟ مين في هنيك؟ ليش ما عم تجاوبوا؟ قرار حياتك وموتك هلا بين ايدي انا وبس، ما راح اسمح لحدا غيري ياخذ هذا القرار. لا بقى صرخي هيك، وقفي هذا التمثيل كله، حاسس انه هالشي اللي عم يصير خدعة منك. شو الجملة اللي قلتيها؟ قرار حياتي او موتي بين ايديكي مو بايدين حدا تاني. انت اللي رح تقرري. ايمت انا رح موت وكمان رح يكون موتي على ايديكي، انت قلتي هيك صح؟ ديب انت جنيت شي؟ شغل عقلك بس شوي، لو كان بدي احبسك بهذا القفص لحتى قتلك ليش لحتى اكون محبوسه معك؟ بترجاك خلص لا بقى تشك فيني بهي الطريقه. لازم نلاقي شي طريقه لنطلع من هون باسرع وقت ممكن، في حدا؟ اروحي. 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 يلا فتحي عيونك. أروهي في إيه؟ يلا فتحي عيونك. أروهي. أروهي. ديب أنت منيحة؟ سياج هذا القفص ديب. إيه بعرف في كهرباء. انتبه ديب. يلا قومي وقفي. قليلي أنت منيحة؟ نقدر نطلع من هون؟ إذا كان في كهرباء بالقفص معناها بيكون أكيد موصول على سلك كهرباء. إذا نحن قطعنا هالسلك بشي طريقة وقتها بنقدر نطلع من القفص بسهولة. شو هاد؟ شو هالدخنة؟ يا ترى شو هاد؟ يا قدير عادية؟ هذا المكان مبين مثل كأنه مشهد من فيلم رعب، بس وين عادية؟ ما عم شوفها بأي مكان. كأنه هاد صوت آديا. محطوط أقنعة على وجوههم كلهم وكمان إيديهم مربوطة. جاي جاي. هاد صوت آديا، يعني هي هون. بالأول رح فكه. خلصت. انتي منيحة صح؟ صار معك أي شيء؟ في حدا أذاكي؟ ايه أنا منيحة، روحوا فك إيدين التانيين كمان. رح فكهم. انتي منيحة؟ ثواني رح فك إيديكي.
كلكم مناح، ما في اي مشكله، ما حدا عمل لكم اي شيء صح؟ لا بس ما منعرف ابدا كيف قدروا يمسكونا كلنا ويجيبونا لهون، وما بعرف ليش هذا الشيء نفسه صار معنا، مو ما منعرف كيف اجينا لهون ومن اللي جابنا. وفوق هاد خلونا نلبس هالاقنعه المقرفه، حتى اذا اجى حدا لينقذنا رح يخاف ويهرب بس يشوف هالاقنعه عوجوهنا. عن جد الشخص اللي عمل كل هالشي محتال وذكي كتير، رح يقضي حياته خوف بس نمسكه. كأنه في صوت هون. هدول هن نديبوا أروحي أنا شاكور أنت منيحة؟ إيه بس مرحبا، أنا جاي وأنا اسمي آديا، ونحن مثلكم ما منعرف كيف صرنا هون ومين جابنا. بس كيف كلنا موجودين هون مع بعض؟ اسمعوا، في كاميرا مراقبة. في حدا عم يراقبنا، وأكيد في شخص واحد جابنا كلنا على هذا المكان، بس مين ممكن يكون وليش؟ بالأول خلونا نعرف نفكر نطلع من هون، وبعدها كيف نلاقي. إذا قدرنا نهرب فوقتها أكيد رح نعرف مين هذا الشخص التافه ونحاسبه ونفهم ليش جابنا لهون. أنتوا أكيد هلأ عم تتساءلوا عن السبب اللي خلاني جيبكم كلكم لهون وخليكم تجتمعوا بمكان واحد. لا تفكروا كتير بالموضوع، لأنه ما رح تقدروا تتخيلوا الشيء اللي رح يصير معكم بعد شوي، ولهيك اسمعوا نصيحتي. في تياب كتير مميزة وجبتها خصيصاً لكم، وهي موجودة بالغرفة اللي جنبكم. روحوا فوراً لهنيك والبسوهم بدل تيابكم هدول، وبعدين ارجعوا مرة تانية واجتمعوا كلكم بهالغرفة. شو هالتياب؟ ليش واقفين وعم تفكروا؟ يلا روحوا بسرعة، اللعبة اللي حضرتها رح تبدأ بعد شوي.
بعرف تارا انه هاي وحده من خدعي، انت اللي جبتينا لهون وحبستينا. شو صار؟ ها؟ متوترة كتير وخايفة. تعي قعدي هون، قعدي. لا تعملي هيك مرة تانية. أهلا وسهلا. شو هالسخافة؟ أنت السبب اللي عم يصير؟ ليش عم تعملي هيك؟ يا دي برتاح شوي، مو أنا اللي عملت كل هالشغلات معكم. مثل ما في حدا جابكم كلكم على هذا المكان، أنا كمان في حدا جابني لهون مثلي مثلكم. بس أنا بعرف كتير منيح شو لازم أعمل هون، لأني الوحيدة اللي عم برقص، بس بعد شوي كلكم رح ترقصوا. شوف هذا، هذا الجهاز اللي شايفه من نوع خاص، هذا الجهاز مربوط على ايدي، وانا متاكده كمان انه موجود مثله كمان على ايديكم. في منه على ايدي وانا كمان، وعلى ايدي كمان، كلكم إيه؟ عندكم، بس انا ما عندي. شو بيعني هالشي؟ للصراحه نحن كلنا اجينا لهون سوا، صح؟ بالأول لازم نفهمه بكل وضوح شو هدف هالجهاز اللي على إيدينا. شو هالمصيبة هي كمان؟ أنت اللي عم تعمل كل هالمشاكل اللي عم تصير هون؟ شو بدك منا؟ بصراحة يا أستاذ دي، بالتمثيل هو شغلتي الأساسية. أنا أجيت لهون بس مشان جيب لكم السعادة معي. بيوم عيد الميلاد اللي عم نحتفل فيه هلأ، وبهي المناسبة المهمة بدي أخذ حزنكم وأقدم لكم السعادة. خلاص بلا هالحكي السخيف، مين أنت؟ شو هالمسخرة هي؟ خبرنا كيف رح نطلع من هون فوراً. بترجعك بدنا نرجع، أهالينا أكيد بيكونوا ناطريننا بالبيت وأبصر شو عم بيفكروا. لا تهم. ايه ماشي، ايه ماشي ماشي، شكرا. شو مفكرين انتو؟ مفكريني اجيت لهون بإرادتي؟ هداك الشخص حابس لي كل عيلتي وما عم بقدر اعرف وينهم، واذا ما سمعت كلامه ونفسته ما بعرف شو رح يعمل. ومين هذا؟ اللي عن اي شخص انت عم تحكي؟ انا ما بعرفه، بس بصراحة كل اللي بعرفه انه اسمه سيد اكس. السيد إكس؟ هذا الاسم هو نفسه اللي كان مكتوب ورا الساعة. أنا عم بترجاكم ساعدوني، ساعدوني بترجاكم، ولا هذا رح يكون آخر يوم بالحياة لعائلتي، وهيك أنا رح أخسرهم. هو رح يقتل لي أفراد عائلتي كلهم، رح يقتلهم ويحرمني منه. اسمعني، خلص نحن رح نساعدك لتقدر تطلع عائلتك ولتنقذهم من الموت، بس أنت لا تضلك متوتر هيك. لا تردي على حكيه، أكيد عم يمثل. شو منقدر نعمل لحتى نطلع من هالمكان؟ قلي شو بدك منا نعمل؟ ولا شي، ما بدي شي. هي شغلة واحدة لازم نعملها اليوم، وبدي منكم تعملوا مثل ما بقلكن وبس. يلا خلونا كلنا نبلش نلعب أول لعبة، واسم أول لعبة رح نلعبها هو
كرسي الموسيقى. هذا اللي قدامكم هلا كرسي الموسيقى اللي رح نلعب عليه. وهلا قلي يا سامبا، كم شخص موجود هون ورح يلعب معنا؟ سردار سردار، 8 أشخاص، بس ما في عنا هون غير 7 كراسي. شو هالظلم هذا اللي عم بيصير هلا؟ معناها الشخص اللي رح يخسر بهاللعبة لازم يتعاقب عقوبة لأنه خسر، وعقوبته إنه ينفذ فورا كل شيء اللي بيقوله بابا نويل. ديب، شو رأيك؟ نلعب هاللعبة اللي عم يطلبها منا ولا لا؟ للصراحة ما عم صدق أبدا حكي هذا الشخص، بس مع هيك خلونا حاليا نلعب ورح نشوف وبعدين نتصرف على هالأساس. وهلا خلونا نبدأ بهي اللعبة. عادية عادي، ما بدي. عادي أنا وعدتك إنه ما رح خلي أي شيء يصير معك، رجاء عادي. أنت اقعد تعي. معناها ما حدا منكم أنتوا الاثنين بده يقعد على الكرسي، هذا الشيء بيعني إنه بدكم تنقذوا بعض بعد الخسارة، مو هيك؟ وهلا أنا لازم اتخذ القرار الأخير. هذا الزلمة واقف قدام الكرسي، هاد معناه إنه هو اللي فاز. أما هي البنت فهي واقفة ورا الكرسي، وهذا الشيء بيعني إنه هي اللي خسرت. ليش هيك؟ ما بدي فوز، خليها هي تقعد. مثل ما سمعتوا القوانين، الشخص اللي بيخسر هو اللي راح يتعاقب. ما بيهمني هالحكي، عاقبني أنا. أنت المطلوب منك هلا إنك تضرب هالبنت كف قوي كتير وخليها تدوخ وما تعود تشوف. وبدي الضوء اللي موجود بهداك الجهاز اللي محطوط هنيك يضوي لوحده من قوة الكف. يا بابا نويل، أنا رح أجي أضربك الكف إلك، عم تسمعني؟ سكوت أحسن إلك. معناها أنت ما بدك تضربها. عم إلك رح أضربك أنت. إذا أنت ما نفذت الأمر وما ضربت لهالبنت، معناها بهالحالة أنا لازم أضربها بدالك، لأنه بالنهاية نحن لازم ننفذ الأوامر ونعمل كل اللي بيطلبوا منا السيد إكس. بعد عنا أحسن لك. ترينج. أنا عم قلك بعد عنا. آديا. هاي السكين مزيفة، شوفوا طالع نازل طالع نازل طالع نازل طالع نازل.
انتو كلكم خفتوا؟ مو هيك؟ هاي سكين مزيفة. تركوهن. قلي لي انت منيحة صار معك شي؟ انا منيحة ادري. تعالي. انتو هلا اكيد مبسوطين بعد ما خلصنا من لعبتنا الاولى، صح؟ مبين على وجوهكم انكم مبسوطين كتير. شو هالمسخرة هي؟ نحن لازم نطلع من هون فورا. انتو بتقدروا تعملوا اللي بدكم اياه، بس يكون بيعلمكم ما رح تقدروا تطلعوا من هذا البيت بدون ما تاخذوا اذني، لانه بهذا البيت ما بيصير غير الشغلات اللي انا بدي اياها وكل شيء بيصير بيعمل. هالشي بيعني انه لازم نلعب لعبة تانية. وشو رح يصير اذا ما لعبنا؟ بوقت السيد اكس رح يعصب، وبهالحالة انتو رح تصيروا المسؤولين عن اي شي مو منيح ممكن يصير معكم. ولهيك خلونا نبلش مع بعض بالمرحلة الثانية من هاي اللعبة المسلية. بهالمرحلة هي رح نسألكم شوية أسئلة حلوة، وانتو لازم تجاوبوا على هالأسئلة وما تقولوا إلا الحقيقة وما تفكروا تكذبوا علي. صدقوني ما في داعي تحاولوا، لأنه إذا بتحاولوا تكذبوا رح أكشفكم فورا وخسركم. وبالنسبة لاسم هاللعبة فهو لا تكذب علي يا حبيبي بولا كلمة، وإلا انت رح تموت قدامي. هاي مسحة عم بمزح لا تخافوا، بس هلأ نحنا عم نمزح معكن، وطبعاً انتو ما مفكرين انها مسحة. وهلأ أول سؤال ضمن هاي اللعبة رح يكون لا لك. السؤال الأول هو بدي تخبرني شو هو أكتر شي بحياتك بتخاف منه وبتحسب لحساب. بخاف أخسر حدا قريب مني. وانتي يا مدى شو أكتر شي بتخافي منه بحياتك؟ أنا كمان بخاف أخسر حدا قريب مني، وماني فهمانة أبداً إذا الشخص اللي عم فكر فيه قريب مني ولا لا. يا حلوة، شو الشي اللي بتخافي منه؟ أنا بخاف من العتمة. وانتي شو الشي اللي بتخافي منه؟ خاف كتير أخسر بنتي. ليش عم تتطلع فيي هيك؟ أنا ما بخاف ولا من أي شيء. أنا ضابط بالأمن وبعيش كل يوم كأنه آخر يوم. أنا رح أرجع أسألك نفس السؤال ولآخر مرة، أنت ما بتخافي من أي شيء؟ جوابي هو نفسه، ما بخاف من شيء. عم يمثل مرة تانية، سكين مزيفة. لا، عن جد ضربها بالسكين والدم عم يطلع. وبسانة شكلها ماتت عن جد. شفتوا؟ قلت لكم ما تكذبوا علي، صح؟ قلت لكم من قبل انها كذابة. شفتوا؟ حاولت تكذب ولهيك قتلتها. انت انسان مو طبيعي. قتلتها وعم تضحك؟
خلص بكفي هالقد، تركنا بحالنا انت والسيد اكس تبعك. رح ننهي كل اللي عم يصير لانه هالشي مو مقبول. فهمت كل شيء. صوتك هو نفس صوت المكبر، يعني انت نفسك السيد اكس. معك حق بهذا الحكي، هو اللي خطط لهي اللعبة كلياتها، ما رح خليك عايش. أروي طلعي، في شباك مفتوح. يلا خلونا نطلع، امشوا. انا فهمت شو اللي صار، هالجهاز مو جهاز عادي ابدا، هاد جهاز تفجير مثل قنبلة. وهو هلا عم يشوفنا، لهيك فعل الجهاز وقت حاولنا نطلع من هون لحتى يقتلنا من خلاله. وإذا طلعنا لبرا هالقنابل كلها رح تنفجر. طيب خلونا نشيلهم من إيدينا ونرميهم. إيه خلينا. لا لا تحاولوا تعملوا هالشي، أنا بعرف كتير منيح عن هالأجهزة والقنابل، طالما أنه هي موجودة على إيدينا ما رح تنفجر أبداً، وهذا الشيء طبعاً بسبب حرارة جسمنا، أما إذا فكيناها فوقتها رح تنفجر وتقتلنا كلنا، وما حدا منكم رح ينفذ منها. خلاص ما تخاف، هالشي بيعني إنه إحنا علقنا بالفخ ورح نضل هون؟ أمي؟ معقول؟ أمي؟ ديب؟ أمي؟ أنت هون؟ أنت خططت لهاللعبة كلها من الأول، هاد انت يلي خطفتنا كلنا وجبتنا لهون. نحن حبسناك بالسجن وهلا انت عم تنتقم منا. اوعى تحاول تلمس لامك وبعد عنا فورا، لانه كمان في قنبله محطوطه عندها. انت يلي عملت كل هالشي، هو عم يمثل، هو السبب بكل شي صار معنا. خلص بكفي، شو عم بيصير معك؟ نحن كلنا مخطوفين ومحبوسين وانت شاغل بالك بالشك بالناس؟ شو اللي براسك؟ كيف ممكن يكون ديب هو السيد اكس؟ لو كان هو ما كان بحط امه بهيك موقف خطير. فرات خلص بكفي، السيد اكس واحد تاني، ومين ما كان يكون فحياتنا هلا بخطر كبير. لازم نعرف مين بيكون بدل ما نتقتل. شبكي ليش عم تطلعي؟ يعني انت شاكة في شيء؟ وليش لحتى ما شك فيك؟ من اليوم اللي فتت فيه على بيتنا وحياتنا وانت عم تخبي الأسرار واحد ورا الثاني. احيانا بتوقف جنب شخص وبعد فترة مع غيره، بس انت ما قلت لنا حقيقتك، بلكي انت المسؤول عن اللي عم بيصير. أروهي انا ما دخلني بأي شيء ابدا، فهمتي؟ حبست مثلكم، وهلا بدي اشوف طريقه لحتى نطلع من هون. ابني فك الحبل عني. لا تخافي، بس ما في يفكه، ماشي؟ ايه طبعا، ونحن كمان ما رح نخلي اي شيء يصير معه ابدا. نحن موجودين. انا سمعت هالصوت من قبل يا قدير، هذا هو نفس صوت الشخص اللي كان بابا نويل. برا
برافو عليكم يا شاطري، حلو كتير وممتاز. أنا الشخص اللي بيجيب السعادة لكل الناس واسمي سيد إكس. إذا بتحبوا فيكم تغيروا لي اسمي ما في مشكلة، بس ما بتقدروا تغيروا مستقبلكم ولا بأي شكل، طبعاً لأنه أنا اللي بتحكم فيه على كيف. وهلأ جيبوا المدام لهون. ما حدا يقرب على أمي أو يلمسها، فهمانين؟ ولا رح أقتلكم كلياتكم، ما في شي بيوقفني. سكوت، انتبه على حالك لأنه كل هالتعصيب بيضر صحتك كتير يا ديب. هاي القنبلة المربوطة بإيدك يمكن تنفجر، بس إذا بتضل هيك راسك اللي رح ينفجر، وبعد القنبلة الموجودة تحت أمك رح تنفجر. أنت بدك تنقذها لأمك صح؟ إذا بدك تنقذها من الموت لازم تشتغل بجد، ولا رح تصير يتيم. اللعبة الحقيقية اللي بيناتنا رح تبدأ هلأ، واللي هي لعبة الموت. انتو لازم تسلوني كتير بس يصير الوقت على الساعة 7. اما اذا فشلتوا بهي المهمة فتذكروا شغلة، انه في قنابل محطوطة باماكن كتيرة هون بهذا البيت. اذا فشلتوا ما خليتوني مبسوط، بوقتها ما بتتخيلوا كم انفجار رح يصير جوا هذا البيت، وطبعا رح تتحملوا نتيجة هذا الشيء. الوقت هلأ عم بيروح منكم بسرعة يا جماعة، يلا جهزوا حالكم مشان تقدروا تسلوني بالوقت المحدد، لأنه قربت تصير الساعة 7 وما ضل قدامكم وقت كتير للضيعه. يا سلام، أنا انبسطت كتير، ما كنتوا مملين مثل ما كنت متوقع إنه تكونوا بهالعرض. في حدا حاول يخدعني ويعمل حاله عم بيسليني مشان ما انتبه عليه وشو عم بيعمل، والخاين هذا رح يدفع الثمن غالي كتير، ورح خليه يخسر حدا بيحبه لحتى يتعلم يخدعني.
جاي اللي نحن وين علقنا؟ ايدي مربوطين وفوق كل هذا الشيء الموت عم يحوم حوالينا كمان. نحن لازم نساعد بعضنا يا آديا، اذا بدنا نطلع من هون فلازم نساعد بعض باي بس طريقه. بس كيف رح نقدر نساعد بعض وفي قماشة مغطي عيوني؟ وانا كمان مثلك في قماشة على عيوني. جاي. اسمعي اسمعي، ايه في طريقه واحده، كل واحد بيحاول انه يشيل القماشة بيتمه عن عيون الثاني. نستخدم تبنا؟ ايه؟ بس كيف؟ ايه؟ وينك انت؟ انا هون. بس ثواني. بس لحظة. وينك انت؟ هي انت صح؟ ايه طيب ثواني يلا بس لا تتحركي، خليك ثانية بس. أنا. بس لحظة. جاي؟ آسف كثير بعتذر. عضيتك شيء؟ طيب انتظري شوي، نحن كثير متوترين وكمان عم اقدر اتحكم فيه. كيف بدي اتحرك بهدوء طالما عم تشتغلي بسرعه؟ طيب ماشي، يعني يا بدك تموتي؟ انت ولا تتحركي؟ يلا شيلها بسرعه، شيلها يا جاي، يلا شيلها بسرعه. انشالت. ايه انشالت. مين رح يشيل لي قماشتي؟ انتظر شوي. ليك يا جاي، في نار كبيره هون. عادي انسي كل شيء بالاول وركزي وشيلي لي هالقماشه. رح شيلها. قربت علينا. اهدي لا تاكلي هم، ما رح خلي شي يصير. بس فكري كيف رح نطلع من هون. جاي هاد مقفول، كيف رح نقدر نفتحه؟ مقفول؟ قلي كيف، وين ممكن يكون المفاتيح؟ طيب وين المفاتيح؟ ما بعرف وين بيكون هالوحش اخذ آديا وجاي وعم بيعذبهم. ضروري نلاقيهم بأسرع وقت تشاكور، وإلا رح تصير مشكلة كبيرة. خلينا يلا. نحن ما رح نعيش أبدا. ما رح يصير شيء، طلعي فيني طلعي فيني، طالما أنا عايش بهالدنيا ما رح خليك تنجرحي أبدا، أنا بوعدك. وهلأ لازم نلاقي طريقة لنطلع من هون. شو الحل؟ جاي آديا هون. جاي آديا. آديا لازم نلحق نطلع من هون. جاي النار أنا عم فكر، أنا عم فكر بشغلة. خلاص اهدي. لحظة، شو هاد؟ شو هاد؟ هاد المشهد لقيتها. شو؟ أكيد هاد السيد إكس ربط مفتاح القفل تبعنا برقبتك. لازم نطلع المفتاح وبعدها منقدر نطلع من هون. كيف؟ كان المفتاح موجود على رقبتك قبل؟ ما بعرف كيف وصل على رقبتي. فهمت اللعبة، سوان اهدي. خلص خليكي سابقة. ماشي قربي لقدام. لهون. ديب ديب في حريقة هون. اسمعني، نحن هون. اطلع من عندك بسرعة يلا. مي أروح. بدنا مي. إذا ضلت النار أبصر شو رح يصير. ايه؟ بدنا مي، لازم جيب مي. رايحين نجيب مي هلأ، استنونا. اصبروا جاي، بسرعة شوي بسرعة. توثقي فيي؟ أكيد بوثق. بسرعة اسمعوني، اهدوا رح طفي النار. أروهي. أوه شو هاد؟ طيب انتظري شوي. ايه؟ لا تعملي شيء. جاي طالعة بسرعة. كيف قويت طالعة بسرعة؟ أروهي انت شو اللي زتتي على النار لحتى قويت هيك؟ ليك هي مي؟
لا هذا مو مي. فكرت مي ديب، شو هذا الشيء اللي عملته انا هلا؟ جي طلع المفتاح. عم حاول يا آديا، بس انت بعدي. ثواني اسمعي مني، وهلا عدي للعشرة، عدي للعشرة ماشي؟ عمل لك عدي للعشرة يلا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. يلا بسرعة بسرعة. انتبهي على فستانك. افتحي آديا. جي جي افتحي افتحيها. ما عم تتحرك. دوريها كمان على الجهة الثانية، دوريها على الجهة الثانية شوي. تمام مش الحال، على مهل. يلا يا آديا واخيرا انفتحت. آديا بسرعة، النار كل شوي عم تكبر. يلا أنا عم حاول قد ما في يا جاي. انتظر شوي جاي، استعجل شوي. طلعوا من يلا طلعوا. ايه عم نحاول. ايه جاي خلص. على مهل على مهل. آديا يلا انت طلعي بسرعة. ايه؟ انت طلعي بالأول وأنا بلحقك بسرعة. آديا جاي جاي لحظة، لازم نطلع من هون. على مهل على مهل. يلا بسرعة شوي. على مهلك آديا، انتبهي على فستانك بسرعة. أروهي اللي انتو مناح؟ طمنيني صار لكم شي؟ نحنا كتير مناح عن جد، شي كتير حلو. وهلأ بلشت التسلية الحقيقية اللي كنت ناطرها من زمان. أنا كتير مبسوط باللي عم شوفه، حتى بحياتي ما سليت حالي قد ما سليتوني انتو. وبصراحة انتو عن جد تجاوزتوا توقعاتي. ولحتى نحتفل أنا السيد إكس ما رح اسمح لكم تطلعوا من هذا البيت. بس في خبر حلو، أنا رح أخر عملية موتكن اللي كنت محدد موعدها ورح أعطيكن وقت الزيادة. هلا بدل من الساعة 7 الانفجار رح يصير الساعة 7:30، ووقتها أنتو كلكن رح تموتوا. عم تسمعوني منيح؟ ديب شاكور طلعت لتدور على جهاز تحكم حتى تعطل القنبلة، لازم ندور هون وأكيد رح نشوفه. دورت على جهاز بكل مكان بهذا البيت بس ما قدرت لاقي اي شيء ابدا. وانا ما شفت شيء. وهلا شو رح نعمل منشان الجهاز؟ انت احكي، ضلك عم تحكي، صوتك كتير حلو انا بحب اسمعه. شكرا لانك اخرت لنا موتنا نص ساعه زياده عن الموعد. الظاهر انك بتحب تتسلى كتير صح؟ اذا كان بدك نحنا كلنا بنرقص لك هلا.
الكهف. أروهي كبسة الزر الموجود على الجهاز، يعني القنبلة تعطلت وما راح تنفجر. معقول يكون أبي مانو ورا هالشي اللي عم بيصير؟ جاي آديا، انتو ساعدتونا كتير ونحن عن جد كتير ممنونين لكم. شكرا كتير على كل شي عملتو، بس اللي بعرفه انه كتير ضروري تروحوا هلا. انتو ما رح تقدروا تعملوا اكتر من اللي عملتو. شكرا، انا رح اهتم بالموضوع. روحوا طمنوا ماشي. المهم هلا تروحوا تنتبهوا على حالكم منيح. آديا رح نلتقي، باي. سراج،
شاكور، انتو كمان ساعدتونا وما قصرتوا. انا ما بعرف كيف بدي اتشكركن على هذا الشيء، بس ما بعرف ابدا اذا هلا انجور رح تكون لحالها او هي بحاجه مساعده، لهيك انتو لازم تروحوا حتى تنتبهوا عليها. نحن بنهتم بالموضوع، لا تاكلوا هم شيء، انا وديب هون. اسمعيني بس اروهي، انتو لوحدكم. شاكور لا تخافي، ضروري انك تكوني مع انجور هلا، ماشي؟ لهيك بترجاكي تروحي هلا فورا، رح اهتم بكل شيء. ديب لوين راح يا ترى؟ يا ترى لوين رح يكون هرب؟ أروهي ديب، ديب علقنا. افتح هلا كل وجودكم وأجسامكم رح تتحول لتلج بدرجة حرارة 30 تحت الصفر وانتو بهالمكان، وكتير صعب الواحد ينفد منها. وهلا لنشوف إذا رح يقدروا يطلعوا من هذا الموقف الصعب اللي هنن فيه ولا ما رح يقدروا. أنا كتير حبيت هذا الشيء عن جد، اللعب معهم كتير بسلي. افتح. كأنه اللي سمعته كان صوت ديب. ديب الموضوع مو بهالسهولة يا أولاد. إذا عن جد بدك تنقذيهم من الوضع الصعب اللي هنن فيه، لازم تحل اللغز الموجود على الطاولة. ديب، هذا الباب رح ينفتح على الأكيد، أنت لا تخاف، أنا ما رح أسمح يصير لك شيء، رح طلعك من هون. ديب شوفي تارا، شو عم تعملي؟ أخي فيرات، ديب محبوس وهو بخطر كبير، لازم ساعده لحتى يطلع قبل ما يتجمد، بترجاك ساعدني بحل اللغز. وين هو؟ جوا؟ هالشي منيح. شو رأيك؟ خليه محبوس، بيموت وشغلي هيك بصير أسهل. وشو كان يقولوا من زمان؟ وقع من السماء وبعدين؟ وين علق؟ بالشجرة، علق بالشجرة. خليه جوا أحسن. شو عم تعملي انت جنيتي؟ حرارة أجسامنا بس ممكن تنقذنا من هالوضع. بتوقع هالشي ما بده تفكير كتير. شو؟
يعني عن جد مفكرة إذا حليتي للغز الباب رح ينفتح؟ السيد إكس قال إذا بحل اللغز بيفتح الباب. ما رح أسمح يصير أي شيء لدي، بترجعك ساعدني لخلص. طيب ماشي، رح ساعدك بحله. لحظة، في قطعة ناقصة. بقيا معنا بس 30 ثانية، تعالي خلينا نروح من هون بما انك مو قدراني تساعدي. مو معقول فراس، في قطعة ناقصة، اكيد هي موجودة بشي مكان. لا هي مو مبينة. خلاص بعد عن طريقي. تارا، عم قلك بعد. ألف مبروك، انتو هلأ انقذتوا رفقاتكم. هلأ صار وقت تنفذوا المهمة الثانية، يلا كلكم طلعوا على الصالون بسرعة، لأنه بصراحة في شي كتير ظريف ناطركم هني، وأنا ما عاد فيني انطر لحتى أشوف وجوهكم. مين بيعرف وين اختفى بعد ما قلنا نجي لهون بسرعة؟ عم يلعب لعبة غريبة، لازم يكون هون، بس وين راح؟ وكيف رح تشوفه؟ هذا السيد إكس ما بينشاف أبداً، لأنه هو إحساس وشعور. أنا فيني شوفكم بسهولة، بس أنتوا اللي ما فيكم تشوفوا. لا تضيعوا الوقت وأنتوا عم تحكوا، وخلينا هلأ نبلش التسلاية. اسمعني منيح شو رح أقلك، نحنا لازم نرقص لنسليه ونقدم له عرض يكون ظريف. بهذا الوقت نحنا كلياتنا رح نهرب، وأنا رح أخذ أمي وروح من هون. أروهي، نحن لازم نروح. تعالي. أنتم مفكرين أنه السيد إكس مجنون؟ وتوقعتوا الكل رح يقدر يروح خلال الرقصة وما رح يبقى حدا؟ وأنا ما رح أعرف بهذا الشيء أبداً. على فكرة هن ما راحوا لوحدهم، لأنه أنا اللي تركتهم يروحوا من هون بإرادتي، لأنه لعبتهم خلصت وما لهم فائدة. بس لسه لهلأ لعبتكم ما خلصت، هلأ أنتوا الاثنين رح تقدموا لي عرض لحتى تسلوني فيه. إذا كنت رجال واقف قدامي وواجهني وبتشوف بوقتها إذا ما بعت لك،
يلا اطلع. طول بالك وما في داعي نهائيا انك تعصب بهذا الشكل. العقاب اللي راح يصير لانك عصبت راح يسيب كل اللي بعدهم موجودين هون من دون استثناء. كل رجالي لساتهم واقفين برا ومستعدين، وهن كمان قادرين وباشاره واحده مني انه يقتلون كلهم واحد ورا الثاني، وانت اللي راح تكون مسؤول عن موته. صعب كثير اني اسمه قبل ما يشيل القناع عن وشه واعرف مين بيكون بالضبط. ما في داعي تعذب دماغك كثير، لانه بهالشكل راح تجبرني اقتل كثير ناس ابرياء ما لهم اي ذنب اللي عم بيصير. على فكرة أنا إلي مدة طويلة ناطركن أنتو الاثنين، وبهاليوم حظي الحلو هو اللي جابكن وحطكن قدامي يا سيد ديبي يا مدام أروهي، وبهاليوم أنتو رح تعملوا مثل ما بدي. إلي وين متخبي؟ جيت لهون وبدي أتواجه معك هلأ، بس أول شيء أنت لازم تظهر حالك وما تضل مختفي. أنت ليش ما بتيجي لقدامي؟ إيه ماشي، ما تاكل هم رح نفذ لك هالطلب. شو هالمزحة هي؟ شو عم يصير؟ لعبة الموت الخطيرة اللي عم نلعبها هلا رح تضل مستمرة ليوم التنين يا سيد ديب راج سينغ. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.